يتذكر نبيل نعيم قصة هروب عصام الإمري، أحد أبرز أعضاء جماعة الجهاد المصرية، الذي هرب من السجن، وكانت قصة هروبه حديث الرأي العام المصري أنذاك. هو بس ما فيش اللي هي مغامرة حقيقية، وكانت من أكبر المغامرات هروب أخونا عصام الإمري. وبعدين شلون هرب؟ هو كان عاوز يفصل بدل زي بدل الحرس، فكاكي يعني اللي هي بتاع الجيش يعني. فأنا كنت عارف إن في المخزن مراتب الكيس بتاعها كاكي زي بتاع الجيش. فالمهم دفعت رشوة الواحد وقلت له احنا عاوزين كم مرتبة لحسن احنا عندنا نقص في المراتب وبتاع وإيه، ووديته فلوس يعني، وعاوزين نروح نجيب لنا كم مرتبة من المخزن. قال لي ماشي، بس ما تاخدش المراتب الكاكي لأن دي بتاعت الإيه العساكر، خد الأزرق، الأزرق بتاع الإيه المساجين. قلت له ماشي. رحت بقيت أخلع الكاكي أدخله في الأزرق، عملت زي كذا كيس، ورحت واخدهم وجايبهم لعصام، فصل منه البدل وهرب. هرب اسمه الهروب الكبير يعني. عصام وين راح الحين؟ اتقتل. اتقتل وين؟ في اشتباك في حتة اسمها الشرابية، بعد ما هرب هو وثلاثة، وخدوا السلاح من الحرس كمان، خدوا بنادق ومن ماشيين.